السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت البطوط فنجان قهوه معايا وانا بتفرج على فيديوهات الملكه، غلطت والله غلطه والله ولن تتكرر. رفعت لي الضغط والله. رفعت لك الضغط؟ اه والله مش عارفه ليه القهوه بالذات، يعني مع اني بقالي كتير ما شربتهاش، ويعني طب انا اعمل لك ايه؟ ما وحشتني وبتلعب انت معايا. ترموستاتك بايظه والله لا تعبتني فعلا. القهوه، يعني دي بتظبط الدماغ وتخليك صاحي بتظبط؟ كده مفوق. لا لا، معايا بتقلب بطوط عكس الدماغ، البشر، معايا بتقلب الدماغ، تلاقي صداع والضغط مش عارفه ماليش في حاجه فيه غلط. والله، ماليش فيه. المهم يا ولاد، قلت ايه، مش يعني مش مشكله تشاركني النهارده روتيني اليومي في الفرجه على فيديوهات الملكه. لقيتها بعد ما اتفرجت قالت لي لا افتحي لي فيديو بقى، افتحي لي فيديو انا لازم اطلع اتكلم. خير يا بطوط؟ انا اللي شاركك؟ ده انت اللي بتشاركيني انا، ما انا بتشاط على طول بشوفها هي والبنات. هي بتتفرج على الشاشه جوه في اوضتها وانا بتفرج ده هنا في هي اللي الصاله، شاركتني يا جماعه، فالنهارده انا اللي شاركتها ما جوه. تفهموش غلط. بس عملت لك اهو قهوه صحصحتك. ويا ريتك ما عملتيني. شر ايه؟ خير انت ده انت عامل شر انت صحصحتيني، ده لها. انت تعبتيني. انا غلطانه، انا غلطانه واستاهل. اتفرجت على فيديوهات مدام هناء؟ جميله كانت بتعمل ايه النهارده؟ النهارده مع مس جن. استنى اما اختبرها. مش جنو بس، عسل اوعي عسل. يكون وقع منك حاجه. ولا اوعي. لا، انا ضحكت عليه وهو قاعد بياكل وملاحظه، بيديها امر انت لابسه اسود، لابسه البلطو. لا على فكره بقى، مش عاجبه البلطو، مش عاجبه اللون. لا البلطو جميل بصراحه، بس هي غلطه يتيمه منك ان انت ايه لبستي الطرحه سودا ايوه، كان فبقى اسود في اسود كله. ممكن تلبسي طرحه فاتحه شويه عشان ما يبقاش اللون عامل قوي. يعني لو طرحه ملونه كده بنقوشه كده كذا لون وفيها انت لابسه من تحت بادي احمر يكون فيها برضو شويه احمر كده كانت هتبقى روعه. الناس الكبار ما بيحبوش اللون، هو يا عيني اتشائم. بنخاف على نفسنا لانه خلاص ده طبيعي، ده اتشائم داخله ليه بالاسود؟ خلاص ماما بتعمل معايا كده، ناقص خطوه يعني ماما بتعمل معايا كده، لابسه الاسود دلوقتي ليه؟ ليه يا بنتي؟ اصبري اصبري. مش عارفه في كانت ايه، امي بتقولها لي وربنا بتلاقيني كده تقول لي ايه، ما تستني شويه، مستعجله ليه؟ انا مش عارفه هو ايه مستعجله ليه؟ الاستعجال يا جماعه في كده، وعلى شرط اما يعني ايه الاستعجال في كده؟ اتوفت في البيت ما كنتش بقدر البس الاسود، لان كان غلط الواحد ينام باللون الاسمر، يقول لك الملائكه بيبعدوا عنه، وكان بيبقى جسمي فيه زرقان كده، انا فنصحوني مش قالوا لي لا. عارفه ايه علاقه يا جماعه الاسمر او الاسود بالوفاه، يعني دي مع عاده اني غريبه احنا اخترعناها اسمع في بصراحه. السعوديه والحته دي بيقول لك بيلبسوا ابيض. بيلبسوا ابيض 3 ايام، انما الاسمر ده بيقول لك غلط هو بالليل، ولا ابيض ولا اسود، هو ملوش علاقه، واحنا نايمين غلط بس اللي هو احنا البني ادم بيتشائم يعني. فاضطريت لما الجسم بقى يزرق بقيت اقلعه. هو لو انت كنت لبستي طرحه لون كده كسرت اللون كانت الدنيا تمام، لكن لا الجاكيت حلو على تلاقيكي فكره. غامقه كده فتضايق، ده بقى مصري، ده بتعودي اخد عاداتنا خلاص. تعود يشوفها ما شاء الله منوره وكده، ف هو هي افتكرها لسه تعبانه، هو ده اللي قبضه ان هي كانت تعبانه قبلها، فافتكر ان ايه حالتها يعني بتسوق وكده فقلق عليها. هي مدام هناء الفترة اللي فاتت فعلا كانت تعبانة، ويعني طالعة ان هي شكلها مريض. حتى بيسألها انت خفيتي خدت علاجك؟ يعني شوفي بالرغم من مرضه مهتم بيسأل يعني. ارجعي يا ملكة للرونق بتاعك، ارجعي في ايه فوقي كده. بقالها كذا يوم ما بتحطش مكياج، كذا ما هي موجه، طالعه في اخر فيديو بتاع المشتريات ده بتقول انا طالعه لكم اهو من انا غير مش حاجه، عارف خسيتش ازاي، انت زي القمر حتى من غير حاجه. الخساسان بنحسد عليه. ما هو ما انا خسيت انا ده انا كمان، مش عارفه اخس خالص. انا ومدام انا بنخس مع بعض، انا عشان خاطر مرض احمد والايام السوداء اللي انا عشتها والهلسه. وامتحانات العيال، ومدام انا يا عيني عشان مريضه، فربنا يشفينا ربنا جميعا يشفي يا ويشفي رب. كل مريض يا رب. المهم يا جماعه، انا عجبتني بقى الزياره قوي بتاعت ميسي وجاني. بصوا انا لما بلاقي فيديوهات كده المدام هناء مع ميسي وجانو بتلاقوني قاعده عامله كده. والله، طب قولي وتلاقوا الابتسامه دي على وشي ما اقولكوش قبل ما على اسالك راي ايه الملك. اللي عجبك فيه، انا اقول لك واساليني ايه اللي عجبني في الفيديو. ايه اللي عجبك في الفيديو؟ والله عجبني حاجه كبيره قوي، ايه يا بطوط؟ السرير، السرير بالريموت. حتى لما اقول لها ايه هجيب واحد احتياط، انا عندي هتجيبي تعملي بيه عندي ايه؟ المشايه وعندي الكرسي، ده اللي ناقص. تعملي بيه ايه؟ ما برضك احتياطي محدش اه عارف. ده الشر عليك. لا والله عجبني بالريموت، هو في المستشفيات وكان وانا محجوزه قبل كده تبعي في
فعلا كان في كده بالزرار يرفعوا لك لفوق او لتحت. ايوه يا ماما، هو الراجل ما ده اللي عاجبني بقى متاخره، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، لكن انت هتعملي بايه؟ عاجب ما هتضمنيش. وما انت هتلعبي يا ماما. انت اللي عايزه تتفرج. عايزه اطلع البويو انزل لسبع ارض وما اعمل. انا مش فاهماه بصراحه بطوط، انا مش انت هتكبري امتى يا ماما؟ ايه كنت عايزه اكبر ايه اللعب ده؟ انا متهيألي مهما اكون مفيش فايده، انا زي ما انا. نروح على شباب بطوط، عايزه سرير تقعد تلعب بيه هجيبهولك. حلو، بصي عامل زي الاتاري بصي. لقيتها تدورت وفضلت تعليق. عجبتني الفكره، بوظنا الفيديو تاني. انا عندي المشاه يعني انت سبت الفيديو كله والمعاني اللي وراه ومسكت في السرير. كنت بدور على اللي ناقصني، بعمل حساب. انت لاصق ميسي وجانو، احنا هنجيبهولك خلاص. ست ربنا يجي. انا ساعه ما قلت الراجل عمال يعمل، ربنا يتمم الخطوبه على خير. قبرته عليه، انتوا انجزوا في الفرح يا ريت الحق بس. انجزوا في الفرح عشان انتوا متاخرين. استناني اقوم جايه لك حالا جاي. انتوا متاخرين، بعد سنين هكون جايبه لك. انتوا متاخرين كتير. الفيديو عجبني جدا لما بشوفها مع ميسي وجانو كده، واخده بالها منه وبيضحك ومبسوط، حتى الحلو بتاعه جايبهوله وبتحط له الاكل والراجل نضيف كده. وبصوا انا بحس براحه نفسيه، وفرجتنا السرير عليه ان هي مروقاه ونضيف، وانا حاسه ان انا شم ريحه النظافه من وانا قاعده هنا. وفرجتنا الارض طبعا نظيفه، يعني ربنا يجازيكي كل خير. وعلى فكره يا جماعه، يعني البني ادم ممكن، في ناس كده لو حتى يعني حد اقرب حد ليكي، امك ولا ابوكي ولا كده، ممكن تقرفي تتضايقي تتقلي منه تعمل مش عارف ايه. لا في ناس كده، لكن سبحانك يا رب. شوفوا يعني مدام هناء اخلاقها عامله ازاي، بني ادم لا من لحمها ولا من دمها ولا بتقرف ولا بتعمل. ويعني شوفوا عندها صبر عامل ازاي. هو ربنا مقويها على كده ليه بقى؟ ما هو ده ربنا بيدي لميسو جانو اللي عمله. تقولك في شبابه لما كانت زوجته تعبانه كان هو اللي بيرعاه من كل حاجه. سبحان الله، فداين تدان. شوفي حتى ربنا ما سابهوش، كان ربنا راضي عنه عشان دخل الاسلام في اواخر ايامه، وكان بيراعي بيتعامل بروح الاسلام مع مراته. يقولك ما كانش حد بيخدمها غيره. سبحان وليه ولاد، هو اللي كان شايلها في اللي بيتعامل معاه دلوقتي، وكان بيعمله مع مراته. واكيد مدام هناء هتلاقي اللي يعمله معاها. ربنا ما يديك الصحه ما يحكيش يعني ان انت تحتاج لحد، بس مفيش حاجه بتروح. بحسن الظن بالله من اول ما بتنزلي من بيتك، بتخرجي من بيتك بنيه ان انت تروحي للراجل ده، كل خطوه بتاخدوها بحسن الظن بالله ان شاء الله الاجر ثابت عند ربنا باذن الله. اكيد بتاخدي عليها حسنات وثواب ان شاء الله. لا كفايه ماما ان هي مفرحاه بالمنظر ده، واهتمامها بمريض كفايه. يعني يا جماعه المريض بيبقى اصلا نفسيته وحشه، بيبقى ضعيف نفسيا. تخيلوا بقى كمان مرض مع الوحده، يعني لو مدام هناء دي مش في حياته، واستاذ مصطفى طبعا بيساعدها، بس هي لو مش موجوده في حياته، الراجل ده كان عمل ايه؟ يا بنتي ربنا ما بيعملش حاجه وحشه بجد والله. دايما ترتيب ربنا سبحانه وتعالى في صالح الانسان، بس الانسان عجول مستعجل يشوف ايه اللي هيحصل، ولكن ربنا اكيد ان شاء الله مختار له الاحسن. لا انا بقعد يعني لما بشوف الفيديوهات دي بقعد ابص كده على الست دي، اقول هي الست دي ايه؟ انا بتهيألي لو بنته مش هتراعي الطريقه دي. الست دي ايه؟ وما بتزهقش يعني. لا ما بتقرفش، ما بتزهقش. احنا نقوم البطاطين وللحفه الصبح متلجين ومتجمدين ومش قادرين حتى ان احنا نقوم لينا احنا شخصيا عشان حاجاتنا احنا، فما بالكو طبعا الجو هناك تلج تلج، تقوم في عز التلج والبرد والمطره والسقعه والبهدله دي كلها، وتقوم تعمل له الاكل وتاخده له سخن، وتسوق وتروح له وتوضب له وتعمل له وتاكله وتغسل له مواعينه وتطمن عليه لاقصى درجه، وفي الاخر تبقى تروح. يا بنتي اكيد بحسن ظن بالله لا هو ابوها ولا اي حاجه، ربنا سبحانه بس وتعالى. عشان الثواب. انت بتقولي في عز البرد ده، اكيد هي مش حاسه بده، ربنا مدفيها لان هي رايحه تعمل خير يعني. لا وايه، تتحمل كمان اذيه المؤذيين اللي بيقولوا اللي بيسبوها في قنوات الحشرات، بيقولوا لك قنوات الصرف الصحي. ده هي ايه، هي بتاخد فلوس على كده،
حتى لو بتاخد فلوس. لا لنفسه. لا ده طلعت اشاعات كتير على الموضوع ده. هي نفسية واستاذ مصطفى بيقول لك في ثلاثة تمريض لمس جاني. واحد عنده ضمير حلو قوي بيراعي شغله بضمير، والتاني نص نص، والتالت مفيش ضمير خالص. طب ما هو موظف وبياخد فلوس على ده ولكن ما بيأديش عمله بما يرضي الله. يا ماما الحقيقة واضحة للناس كلها، ومع الوقت هي عندها رحمة الحقائق بتثبت وبتتأكد أكتر وأكتر. فالست دي لا ليها مصلحة معاه ولا بتاخد منه فلوس ولا بتلم عليه فلوس ولا أي كلام من اللي كان بيتقال، ويعني كله كذب وتبلي وقلة أدب على الست دي. الست دي كل اللي بتعمله عمل خير لوجه الله، ومع ذلك متحملة كل كلام الناس اللي هم إيه مش بشر زينا وما بيبصوش لان لبني ادم كبير زي دون ولا لضعفه ولا لحالته. لا مفيش ضرب حاجه يقولوا لك ايه تبلي. ما انت بتعملي معاه في فيديوهات، اتحملي بقى اخدتي لحم ورميتيه على هي الفيديوهات هتجيب لها ايه معاه. لا هي بتعمل برضاه، هو الراجل اللي كان بيطلب منها كده. ست عامل زي الست لو قعدت بيطلع مبسوط اني قاعد على اليوتيوب. الست لو قعدت شربت فنجان قهوه في جنينتها في عز الشمس كده، لا صحيت من بدري ولا راحت جابت اكل ولا وقفت عملتهوله ولا ساقت ولا راحت ولا نظفت ولا غسلت مواعين ولا اكلت ولا عملت كل الكلام ده، هتجيب مشاهدات اكتر بكتير. واظن قرنوا مشاهداتها معاه ومشاهداتها لوحدها، فيعني ما هوش اي كلام متبلي والسلام. لكن الحمد لله الحمد لله بدأوا الناس يستوعبوا، ومحدش بقى بيتابع قنوات الصرف الصحي دي، اللهم لك الحمد. طب انا بيحبوها وبدأ. لا هم بيحبوها طبعا ومتأكدين من مصداقيتها، بس انا اقصد لو في ناس جديدة بتتابع هيفهموا ان كل الكلام اللي على الست الغلبانة دي كان كله تبلي وكذب، مفهوش واحد في المليون، مفهوش حقيقة. ارباح مشاهدات بس يا جماعة، مفهوش حقيقة. اللهم لك الحمد. مشاهدات ليهم هم اللي هم اعدائها مش ليها هي، اللي بيتكلم عليها عشان يكسب من حرام. لكن هي الحمد لله اللهم لك الحمد الثواب بتاخده. هي عارفة هي ماشية بتعمل ايه، ما بتتأثرش بأي كلام تافه ملوش لازمة. ثابت عند ربنا بإذن الله، وحب الناس ليها بيزيد يوم عن يوم. ف ايه ايه بقى اللي يضر نباح الكلاب؟ يعني ايه اللي يضرها في نباح الكلاب؟ ولا حاجة. إذا كان حتى في رحمتها بالحيوان بيتكلم، تخيلي برضو؟ ما يعني أنا مش عارف. هي بقول لك طلعت عايزين يتكلموا في أي حاجة، فيديو صامت اتكلموا برضو عادي مش مشكلة. ولما ما بتطلعش بيتكلم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا ملكة إن أنت فاتحة بيوت الناس دي. أي نعم هم بياكلوا مال حرام، ولكن أنت سبب في يعني إن أنت فاتحة بيوتهم. إن كان عندهم حسنات بتاخد منهم، كان عندها سيئات بترمي عليهم. كفايه ان هي بتتعب في محتواها، تروح تنزل تشتري وتصور وتعمل وتسوي، فيعني ربنا يبارك لك. احلى فيديوهات بتعجبني بجد وبحس ان لسه الدنيا بخير كده الفيديوهات مع ميسي وجانو. والله العظيم لما يقعد يضحك كده وبياكل مبسوط. بس ده يعني انا شايفه الاكل الكميه قليله جدا، ومع ذلك هو مش قادر يكملها، وبيقول لك ده انت كمان غرفاني كتير. هي بتعلم الكبار وبتعلم اطفالنا اللي قاعدين بيتفرجوا برضه الرحمه بكبار السن، يعني بتدي دروس حلوه جميلة للناس. جميله بصراحه. بس انا غيظني اكله، يعني اكله ولا، وبيقول لها ايه ده انت كمان حطالي كتير يا بنتي. ما الانسان كل ما بيكبر كل حاجه فيه، ولا يمكن عشان فرنساوي. لا. لو مصري كان الوضع اختلف. طب انا اكل دلوقتي زي وانتم معايا؟ لا كده الانسان كل ما بيكبر كل حاجه فيه بتضعف وبتقل، فيعني دي طبيعه ربنا سبحان الله. مش حال هو بقى قوي على اللي هو فيه. انا متخيلش يعني ان انا هوصل في يوم من الايام واكل العينات دي. ليه؟ بس مش عارفه. ما انت بتاكليها من دلوقتي عشان تخسي. ماشي. لا ده نظام حياه. انت لسه شباب، كلي وشبعي قبل ما وربرب قبل ما يجي عليك الوقت. وابقى بطايه زي بطوط. ابقى بطايه. الحمد لله انا ما قصرتش في حق نفسي يعني اكلت وبزياده الحمد لله. لا بطوط مروقه على الحلقه. باين عليا. بطوط مروقه على الحلقه. انا عن نفسي ما بحبش ان انا اكون مليانه. انا بحب ان انا جسمي يبقى كده زي ما ممكن تاكلي كويس بس تتحركي. انا اما كنت في شغلي هو الحركه فعلا. والله العظيم كنت باكل اكتر من كده، كنت باكل 3 وجبات في اليوم ده حقيقي. ومع ذلك الجيبه بتاعتي كانت كده وهدومي كانت
حلوه متظبطه عليها وكان جسمي كويس. هي الحركه دي اهم حاجه. ولكن لما قعدت بقى وكده فمليت، ومع اني اكله اقل ويمكن بسقط وجبه او اتنين في اليوم عشان ما اكلش كتير، بس في شويه بنفش يعني، حتى شويه الاول اللي بتنفشه بنفش من غير بنفش حاجه عليهم. اه يا جماعه، لا بتاكل حلويات ولا بتاكل دهون ولا بتاكل نشويات، لا انا باكل لا ولا اي حاجه. انت كده انت لسه جايبالي الزبده ولا اي حاجه، ما بتاكلش حاجه، بتنفش من الهوا من الهوا. بس مش من الاكل اللي هو على يدي. لا انا شويه ايه بقى، بقعد ادب عيش رز مكرونه. قد ايه كميه الرز بتبقى قد ايه؟ ما كميات برضه. لا المفروض دي كميه قليله يا جماعه. ليه اموت بقى؟ لا في ايه بعد الشهر خير الامور الوسط. صح كده صح، خليكي منفوش كملي. خليكي منفوش، خلينا في البطاطين بقى. خلينا في مدام انا. لا قبل موضوع البطاطين، يعني هي بتدينا رحمه فعلا، دروس في الرحمه سواء لكبار السن او للحيوانات اطفالنا. ودخلت في مرحله جديده بقى، دور الحمل. والله انا لو من دور الحمل انا بترعب من القطط والكلاب. انا مش عارفه انت يعني ازاي، مهما كانت اسمها جنى ولا اسمها ايه، شنى شنى، مهما كانت والله بترعب منهم. سبحان الله ما بحبهمش. فاكره القصه اللي عملتها ساعه القطيف هم طالعين يجري من كده؟ ما بحبهمش، بمشي جنبيهم اه بحذر، ولكن ما اصل احنا عندنا الكلاب هنا بتمشي في الشوارع جنبينا. حتى لو الكلب اللي هو الجميل ده اسمه لون وده ولا اسمه الابيض ده بردك، ما اعرفش في انواعهم لان ما بحبهم. ده انا عمر جايب العصافير ويقول لي بص كده، اقول له ابعد ابعد بخاف. يعني ما انا بقول لهم والله في الفيديو اللي فات قلت لهم ده انا متحمله عصفورين عندي في البيت بتضلين عشان القفص مقفول عليه وعايز اطفش. لا احنا ملناش في الحيوانات والطيور والحاجات دي يعني. مدام هناء زي ما بتدينا دروس في الرحمه بالحيوان بصراحه، يعني دي اشهد لها بيها، وابني اخذ منها الحته دي. يعني شوفوا محتوى او يوتيوبر ممكن ياثر في جيل لسه طالع في اطفالنا. انا ابني اخذ منها الحته دي، اخذ منها ان هو يشتري حاجه يعتني بيها وياكلها ويعملها. فيعني ربنا يجازيك كل خير، عكس ناس تانية تصدر الشتايم وقله الادب والردح. ولا يمكن ولادنا ما بيتفرجوش على لا يمكن نفرج اطفالنا عليها. اللهم لك الحمد، يعني انت محتواكي مشرفنا كلنا. طيب زي ما بتدينا دروس في الرحمه بالكبير بكبار السن وكذلك في الحيوانات، دخلتي بقى في مرحله جديده اللي هو ايه بقى، التعامل الكويس بالنسبه للحما وزوج البنت. يعني احنا شايفينك مهتميه بمامادوه، ان انت تحتفلي بعيد ميلاده، ان انت تعملي له اكل وتروحي عشان تاكليه، ان انت تشاركيهم كل حاجه في حياتهم. فيعني ده بقى يعني انت دخلتي في مرحله ثانيه خالص وضيعت وقتها بصراحه، ولفت عشان تجيب له السمك. اغلبيه الحموات بيبقوا سوس، فاهمان انت؟ مركزه معايا انت؟ اجيب لك احمد يقول لك. لا بطوط بصراحه برضو حاله استثنائيه، وحماتي حاله استثنائيه. انا رجاله ولادي بيحبوني الحمد لله رب العالمين صراحه. لكن في حموات يا جماعه الواحد بيسمع عنهم يعوذ بالله يعوذ بالله يعوذ بالله. فما دام هناء لما تطلع لنا برضو بالصوره دي، لا ما رضيتش تطلع تاكل معاهم يعني. شوفي بالصورة دي بتورينا بقى تعامل الحما يكون ازاي مع جوز البنت. وهي كأم برضك واخدها الرحمة بنتها التانية، تقول لها اتصلي بفيروز تنزل تاكل معايا. اصلا ياسمين مقلبها في حاجتها كلها. عملت فيديو قبل كده مع فيروز تقول لها يا بنت جابت لك الفراخ اللي اخدتها مني. لان فيروز كانت بتقول كل حاجة ياسمين بتستلفها بترجع ترجعها تاني يعني. مفيش فرق بينهم. لا عساسيل بصراحة، لا يعني عسل. فيعني دخلتينا بقى في مرحله تانية، بحيث ان انا برضو كبني ادم استفاد برضو من المحتوى ده. ما انا مسيري هبقى حما، فاشوف بقى انا هتعامل ازاي مع مرات ابني. اقول لك انت هتتعامل عارش يا رجاله. انا الام، انا هبقى حما، انا الحما، انا هبقى حما صعب. اه لاجل الامانه يعني. انا بقول عن نفسي اهو، ما تشرح لك استحاله اكون زيك. انا هحاول. ده انت هتخليهم تحت يعني، اعملوا لي وسوي لي يا بنت. ده انا جايبه لك راجل. شوية شوية تقول لهم اقعدوا تحت الارض. انا هغير على اولادي يعني، دي حقيقه يعني. ده غلط. انا ممكن اعاملهم وحش مش من باب ان انا ام حما جحده، بس من باب ان انا غيران على ابني. هتلاقي المعامله بالمثل لو ابتديتي معاها بطبطبه
وحنيت الام اللي انت معتبراها بنت. يعني انا ربي حاجه وعشرين سنه وتيجي تاخده كده الحنيه المقابل بتاعها حنان. ماما ماما لما اقول لها الجمله دي تقول لي طب ما جوزك امه ربته حاجه وعشرين سنه وجد انت اخدتيه كده الاخر خدتيه على الجنب. اقول لها انا لكن ولادي لا. دي سنه الحياه ولادي لا ولا ما انا ربيتكم في النهايه ما انتوا رجالك وربنا يخليهم لكم دي سنه الحياه. ما اعرفش هحس ان انا هغير. لازم تفكري بالطريقه دي. هغير كل ما اديتي لمراتي لك الحنان كل ما حبت تيجي عندي كل ما قربت احفادك ليكي يعني يا جماعه كل ما تخيل فكره ان في واحده تانية هتبقى في قلب ابني غيري باكل في ضوافر. يا بنتي حب لمراته حاجه وكل حاجه حب لاولادي حب مرضي برضه ابنك حب لمراته نوع وحبه ليكي انت حاجه تانية. لا هو انا بس ليه يعني خلاص خليها على جنبك بقى ما تجوزوش. هو انا بس اللي ابقى في قلبه. قولوا لها حاجه يا جماعه انا هضربها بقى لا ازاي ولا يمكن يقارن بيني وما بينها. يا شيخ لا يمكن. مش عايزه اقول لك انا هحب اكتر مني. لا مش هيحصل. لا مش هجوزه. هي معاه على طول. مش هجوزه. هقول لك على حاجه في اوضه العمليات هل امه هي اللي دخلت غيرت له القميص او بعد ما عمل العمليه ولبسته ولا انت؟ انا. طب خلاص مين الاقرب في حاجات معينه الا الزوجه؟ الام برضه. الام الام حبها حاجه تانية. لا الام مفيش مقارنه. مفيش مقارنه. انا ضغط علي طبيعي يا جماعه. هو كده انا ما عنديش مش مثل يجادلني. انا هبقى ام محمد ديكتاتوريه. ارميها من الكنبه ارميها لكم في الارض. فالوقت مش بعيد عني عشان اتعب. خلاص انا هسكت. خلينا في مدام علاء. مفيش حاجه ودخلت لها في حاجه تانية. خلينا نرجع لمدام علاء. خلينا هنخسر بعض على خلينا في مدام علاء. حاجه غلب يا جماعه ما كلمها مفيش فايده. خلينا في مدام علاء. خلينا نرجع ايه لقواعدنا سليمه. والله بحسن ظني بالله لو ربنا اداني العمر وشوف لي ولادك اتجوزوا متهيألي مراتاتهم هيفضلوا يجوا عندي وباتوا عندي عنك. تخيلي ليه وانا وقعت من فوق الشجره؟ وهي كده ماله ارمط ما انا طيبه. انا هكون بالعكس ده انا احب مراته عشان بحب عبوره وبحب عياله هيبقوا قلبي كده اعتبرهم ايه هم كمان احفادي. طب ما انا ارمط طيب غلبان اهو يعني وانا عامل ايه؟ انت مرات ابنك هيقول له روح هتدوق بعيد روح انت شوفها انا مش عايزه اروح للست. ليه وانا بعذبها؟ ما هو طريقتك باينه اما انت من قبل ما تشوفيها مش قوي يعني مش قوي. ربنا يرحمك يا بنتي. يمكن لما اكبر يا جماعه برضو ما مش عارفه يمكن الموضوع يختلف معايا. انت بتتهدم المرض في انت بتدعي لي بالمرض اخص عليك. هو طبيعي الواحد بيضعف. ده انا بنتك. ما اعمل لك ايه عشان تتهدى عن الستات حرام عليك. ده انا بنتك. دول بنات ولاد ناس. خلاص هو انت شايفاني بتلاقيهم في الشارع ارحميهم. هي بتدافع عن ناس ما لسه ما دخلوش حياتهم. اديهم لك ورده مفتحه ادبي لهم. هو انت امي ولا امهم؟ انا مش فاهمه. مش مستوعبه. انا بنات يما والله ما مستوعباه. فالمهم نرجع لمدام علاء. خلونا في مدام علاء بصراحه يعني بتدينا دروس جميله قوي يعني في تعامل الحما بقى مع ما تبقاش لا حما ماري منيب بقى في زمانها. لا ما فيش الكلام ده. الواحده مننا بتجهز البنت وتقول الحمد لله خلصنا تيجي تقولي لها هات المعلقه ده اقول لك بعينك قول يا بنت. اللي غاضني بقى في الموضوع ده بصراحه ماما ان لسه بتجيب لها حاجات. طب ليه بقى قولي لي بقى ماما ما تديش حاجات. انت جبتي كل حاجه ما تديش حاجاتها لحد ابدا. والله فكرتني بواكر مش عارفه شافت عندي قوالب كيك فعجبتها. السيليكون الثانيه اللي هي الكيك القوالب اللي بتطلع. ايوه السيليكون. فبتقول لي قلت لها لا. قالت لي ماما طب انت بتستعمليهم؟ لا يمكن. بصوا دي ذكرى من الايام ما كنت بلف وبجيب حاجتي ما ينفعش اما امشي بقسمه. عايزه اقول لكم يا جماعه دي مش غباوه لا يعني بحب الشيء ده كل حاجه تبقى عندي. عارفين يا جماعه ماما عندها النيش حاطه فيه الفراجيل. عارفين الفراجيل بتاعه اللي بيبقى مرسوم عليها عريس وعروسه دول روميو وجولييت. كانت على ايامنا موضة. عارفين دي من سنه كام؟ ومع ذلك يا نهار اسود والله ما استعملتهم تقريبا. لو واحده فينا طلعت فنجان تشرب فيه يا نهار اسود. لا الخامه دي دلوقتي الفنجان هيتكسر. حاجتي حاجتي الصيني. حاجتي ولا البايركس عندي حاجات جميله. حصل حاجه زمان كانت مستورده لكن مدام هناء بصوا يا جماعه شفتوا لو بتيجي تاخد منها كمان المقصفه ده اللي غصبني. شفتوا العسل فتح كده العيله تعمل كده. بصوا بطوط ماليه مركزه اما امشي باخد اللي انتوا عايزينه. بصوا ماليه مركزه ف
فتحت الدرج البنت عجبها المصفى، مدامها نقلت لا لا خديها خديها، يا ريتك كنت امي، روحي بقى خديها، مش انت جبت لها ثلاثه، افتكري حاجتك بقى وروحي خديها. يا حظوظه ليك مصفه صغيره عندي ياسمين، روحي خديها ياسمين. ما تتفرجيش على الفيديو ده. لا انا بحب ياسمين يا لو هتزعل. انت بتقومي عليها. لا يا بتقومي امها عليها. بفكرها جبت لها ثلاثه خلاص. انت بتقطعي صله الرحم. جايب لها ثلاثه مقاسات. انا مش هنزل الفيديو ده. هتزعلي الناس مننا. لا انا بحبك يا ياسمين انت عارفه يا قلبي. بعد ايه؟ بعد شفتي؟ شفتي اللي بتسوس عليكي عشان تعرفي ان انا اختك حبيبتي. هتقول له امها لما تيجي نازله مصر مش رايحه معاكي. ما تروحش للناس تاني. الست دي وحشه. لا لا. لا انت عالصورة تاخدي اللي انت عايزاه يا ياسمين. اللي انت تعالي خدي شوفي الحاجات اللي بتقول عليها غاليه عندي، تعالي خديها. انا واثقه ان انت هتجري ورايا بيهم. احدث موضه. بصي والله العظيم ما تلاقي زيها دلوقتي. صح صح. امي زي ما كانت عايزه تلبس احمد بدله ابويا الله يرحمه بتاعت الفرح عرجوا فيها. طب بذمتك ما بيلبسش الترنج بتاعه؟ الكسور حركة الرجل على انت انا كنت بالكسور وانت كنت خلاص يا سيد عرفت وانت كنت حافي. ما بيلبسش الترنج بتاعه بيد بعض ابص لوحده بتزله بالترنج. ما تستحيش يا جوزي بتزله بالترنج يا جماعه. والله كل ما يجي فين الترنج بتاع عمي كل غسلته وطبقته وطبطبته شد حبيبي عندك روح على شرط ايه؟ اقسم بالله نفسي اخد لكم صوره او فيديو بالترنج ده احمد لابسه اقسم بالله. بس للاسف الاعداء هياخدوا الصوره ويستغلوها ضدنا. حاجه ابوك ما تطلعش ما تتعرضش على تقريبا البنطاقور بيوصل له اكنه شورت ليه احمد طويل؟ لا واسع. وبابا الله يرحمه كان قصنن شويه واسع، مع ان بابا ما كانش مليان قوي بس احمد طويل ورفيع. يعني ليكم ان انتوا تتخيلوا فاكرين مسرحيه المتزوجون هو احمد بيبقى عامل كده. هيمسكوها عليك ابوك كان عذر. لا 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 ما كانش قصير قوي يعني كان وسط. كان اطول مني. كان الطبيعي بتاع الرجال الوسط والله. كان لكن هو احمد اللي مش طبيعي، احمد اللي طويل قوي زياده عن اللزوم. اكبر ما تصلى على النبي امسك الخشب. الله اكبر هو ناقص. الله هو ايه هينزل منه دورين ما هي مش شقرت على لغته. بقى في لغته ولا في ما بقاش في حاجه خلاص بقى الربع. ما تتكلميش كتير عن اهل البيت. لا احسن يجي له ازاله بدورين ولا حاجه. ممكن نطلعه اكبر تسبق الكلمه. الله اكبر. قل اعوذ برب الفلق يعني. ايوه كده قل اعوذ برب الفلق. شكل الخشب ده اكيد اهو اهو ولا يجي له دور ازاله ولا حاجه. فابويا الله يرحمه لا كان يعني وصل. المهم انت دخلتيني في قصه ثانيه. انا عشان كده ما بحبش اعمل فيديوهات نقد مع بطوط. انت ما بتجيبيلي سيرته بسرح بتقلبي عليه مراجيح. اما بتصدق سيره ابويا وتلبس فيها. الله يرحمك يا ابويا الله يرحمك. انت بتفكرتيني بالترنج. انت كنت كتيره قوي عليه ولسه كنت كتيره في الحجب يعني. انتوا في حتى الراجل مشي طمعانين في حاجته. الله يرحمك يا ابويا الله يرحمك روحه وطلبه الرحمه. طول الشراب بالمره مش هتلاقي زي الوقت كان حلو كده. كم الثوره دي فكرني باي انا مش عارفه ايه اللي بتعملوا فينا ده. فالمهم يا جماعه نرجع نكمل كلامنا لمدام هناء تاني. فبتدي حاجاتها لبناتها يعني شوفوا حتى بعد ما جوزتها ما تقولش لا وانا مالي انا خلاص زوحت بقى. انت بتقومي عليا بناتي على فكره. لا ده البنت الصغيره بالذات اما بتصدق انا هفرج. شوفك خدي انا هفرجها على الفيديو ده تحديدا. خدي بالك من تصرفاتك يا مدام عبيد وقعيلي في الغلط بيقعدوا يقارنوا. بتقومي عليها ناس ثانيه خدي بالك. زي ما انت لسه بتقوميها على ياسمين تستاهلي. هي بس يعني ايه فكره جت يعني انا غلطانه ومع ذلك قلت لا خالص. انت صح اعملي اللي انت عايزاه. صح بعد ايه؟ فالمهم مدام هناء عرضت لنا الحاجه اللي جابتها لياسمين حاجات جميله جدا 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 سواء المصافي او الطاسات او الحله. بتاخد رايين. لا فعلا الطاسه جميله ما بيوصلهاش. انا عندي زيها الايد دي عشان ما بيوصلش عشان بعيده عن النار طويله ما بيوصلش الحراره بيها. ما بقالي اي حاجه بمسك من الطاسه واعمل طويله ما تقلقيش يعني. وبالنسبه للبطاطين البطاطين لو الخشب ممكن يتحرق من النار على الايد لو خشب. لا بس كده المعدن احسن. والبطاطين برضه جميله جدا. البطاطين ما تعتبرش غاليه والخامه حلوه فعلا سعرها معه ما شاء الله كبار.
يعني طول وعرض حلوين ما شاء الله. لا عجبتني قوي عسل، بتقول لنا ايه ده، انا هعمل لكم فيديوهات حلوه قوي بالبطاطين. عسل عسل يا مدام مريم، مره قاعده على الانتريه، مره قاعده على الكرسي، مره لا ده غير المحتوى ده بتاعنا احنا، هي ما بتقعدش يعني. انت تتخيلي ايه بقى الفيديوهات بالبطاطين كده؟ هتركب العربيه بيها مثلا؟ هي بالعقل ما فيش الا كده. لا هتغسلهم بقى روتين روتين، انت فاهمه غلط. معقوله ده انا دماغي راحت كده؟ سامحيني. هي واخده على القعده، بعمل كده على القعده بتاعتنا احنا، بقعد على التراه وهي ونقعد نرغي بقى ونفرش الايه المصطبه بقى. ما اقولكوش ما اقولكوش احمد، لكن ما دام يعني ربنا يحميها يا رب نشيطه، ففيديوهاتها جميله جدا وكلها طاقه ايجابيه. فالنهارده بقى يعني بقول لكم دخلت مرحله ثانيه، مرحله الحمديا. انا نفسي اشوفك بقى في مرحله الجده. يا لهوي يا لهوي، احنا جدا على فكره، يا لهوي هتبقي سكر. ولعلمك ولاد ولادها ان شاء الله ما اعتقدش ان هيسيبوها، بس في جده صغننه كده عسوله. لا هتبقى انت صغنونه قوي، صغنونه قوي، مش هيرضوا يسيبوها ولاد البنت بالذات، لان بيبقوا غاليين قوي. هي اصلا لما بتصور جنب ياسمين وفيروز والله العظيم ما بيتعرف فين الام، فدي هتبقى جده ازاي يعني؟ ان شاء الله. شوفوا بطوط باين عليها يعني، بصوا باين عليها. يعني بكره خسه وابقى رفيعه ما يبانش. على الناس بتقولي انت اموره، يعني انت اموره بطل، حتى وانت صاحيه الصبح حلو من غير حاجه يعني. اصدقك ولا اصدق حبايبي؟ لا صدقيهم، قولوا رايكم فيا في التعليق. بطوط قمر من غير حاجه، بس هم دول اللي هيقولوا بقى. بس ما دام هنا الله اكبر يعني، واخده بالها من لياقتها ومن رشاقتها ومن بشرتها ومن جمالها. الله اكبر الله اكبر، برضو قل اعوذ برب الفلق عشان عينين الحاسدين والحاقدين. الله اكبر الله اكبر، الحمد لله مديها القوه عشان كمان مدي في وشها نور رباني كده، بتراعي راجل كبير محتاج لها، فربنا مقويها يا ست. انت في وشك راحه نفسيه غريبه، اقسم بالله انا لما بفتح الفيديو بتاعك ببقى مش عايزه الفيديو يخلص. ماما اكون متعصبه الاقي وشها فرق كده، اقول لها ايه شكعتي خلاص؟ جات لك حبيبتي؟ طب ليه؟ بتشوف فيديوهات مدام هناء بلاقيها انشكحت كده وابتسمت قاعده على النادي، دي بنتي فيها بنت مالك؟ اكمل بس الفيديوهات. تحسوا يا جماعه براحه نفسيه غريبه. هي وشها مصري يعني فاهمه؟ لا يعني وشها فعلا في نور. في راحه نفسيه. في ناس كده تشوفهم يا ابويا ريحه الخبز طالعه من وشهم ما بتقش ان انت تشوفهم. ملامحهم يعني عامله كده، مهما يحطوا مكياج فلاتر اطران هي ما بتحطش حاجه، اللي في القلب طاغي على وشها، هي ما بتحطش حاجه وتطلع جميله. حتى لو عينيهم ملونه بتاع برضك تحس ان دمهم زي السم، دمهم واقف. انا بحب اتفرج عليك بحس براحه نفسيه، بحس ان الدنيا لسه بخير. عارفين ملامحها مصريه جميله. عارفين براءه الاطفال دي يا جماعه؟ انت يقول لك ايوه قاعدين بيطبلوا، بنطبل واللي عايز يجي يرقص يرقص، انا ما عنديش مشكله، تعالوا زغرطوا معانا. بس فعلا تحسوا ببراءة الاطفال كده وهي بتتكلم، وبتكلمكم بطبيعتها، ويعني تقلقوش من حاجه خالص. لا وتسيب الفيديو تروح تشوف التليفون مين اللي بيرن وبترجع تكمل الفيديو. انا هتخن زيادة عن كده يا حسن والله حرام. يوم ما عملت بردك الفيديو بتاع العيش الفيلم الطويل ده بالجبنه، والله حكمت عليهم في اليوم ده جابولي يعني بلاش مشتريات اكل هم عايزين عشان بتيجي على نفخنا. لا وهي بتقعد تاكل ببقى حابه والله العظيم، الواد ده بطني صدقي كنت كده ما زين. اه والله صدقي. طب كتر لنا من فيديوهات الاكل بقى، لان بصراحه انت بتفتحي نفس الواحد على الاكل. اقسم بالله يا جماعه في ناس كانت بتكلمني متابعات يقولوا لي والله ما بنحط الاكل غير لما بنشوف فيديو مدام هناء نازل وبتاكل، ساعتها نروح نجيب الاكل احنا كمان ونقعد قصادها ناكل. والقهوه والله العظيم بيقولوا لي كده، لان في ناس بيبقوا عايشين لوحديهم، فبيقول لك بنحس ان احنا حد بيشاركنا الاكل، بناكل مع حد، نفسنا بتتفتح. ففعلا يعني افكارك كلها جميله بصراحه. الملكة. انا الملكه الملكه بصراحه والله العظيم. ولما انا اطلقت اللقب عليها ده ما كانش انفاق ولا رياء ولا ان انا بطبل، فعلا ده كان حقيقه، هي ملكه باخلاقها. ربنا يديك الصحه ويحسن من حالك يا رب يا رب، ويجعله في ميزان حسناتك كل اللي بتعمليه مع ميسي وجاني. نشوفك دايما من نجاح لنجاح، ويخلي لك اولادك وتفرحي باحفادك ان شاء الله، وتفرحي بجواز فيروز باذن الله زي ما فرحتي بياسمين كده وطمنتي عليها، ويناسبها يعني زي ما اطمنتي عليها كده مع ياسمين، مع راجل محترم صينه وحاططها في عينه. ان شاء الله تطمني على فيروز دايما باذن الله، دايما يرزقك برهم الحمد لله ان شاء الله.
ربنا يوفقك يا ملكه، ومن نجاح لنجاح. باركي لها على شهر زاد، بقت 100,000 بركه يا عقبال المليون ان شاء الله. يلا هتعملي الحفله امتى؟ مستنيين اكبر حفله بقى للدرع ان شاء الله. نهلل معاكي باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله، ويا ريت تكون في مصر ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله تنزلي وتنوري الدنيا كده، كلنا نفسنا نحضنك كده. وحشتينا والله العظيم وحشتينا. اكني بصي اكن اختي غايبه عني. ايه نفسها قلت لك انا نفسي انزل واطرب. تيجي هنا تيجي هنا ولا اطربي في حضنك تيجي هنا. وانا نفسي والله اشتقت للحضن ده، وان انا ابوسك واجهز لك حاجات كتير جدا ان شاء الله، مفاجات حلوه باذن الله، وحاجات انت كان نفسك فيها ان شاء الله. يا سلام لو تنزلي كمان معاكي ماما ضو، اسم ماما ضو، ماما ضو محمد وياسمين وفيروز. انا عندي الدف ريزم ما شاء الله مليان اسماك وجمبري الحمد لله. هي بتقول ان محمد بيحب الاسماك. هعمل له بقى هيز بقى في الاكل اللي انت بتحبه ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لهم في حياتهم ويخليهم لبعض كده، ونشوفهم دايما احلى زوجين واحلى عصافير كده مع بعض. يا ويا جماعه اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات في بطوط وجمال بطوط قبل ما نقفل الفيديو. هيقول لك احلى مني طبعا. فاكره الام فكرت تاني؟ اه قالوا لي انت بتغيري من بطوط ده في الكومنتات. حد كتب لي كده في الكومنت؟ انا بغير من بطوط ده خلاص اسوي السر بلاش اعقدها. انا شايفه كده، خليها عليك. ونشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.